مقاطعة أنفاق وإلى كافة أخواتي وإخواني السادة رؤساء مجالس العملات والأقاليم، السادة والسيدات رؤساء مجالس المقاطعات. شكرا السيدة الوزيرة المختارة بلان. نادي على السعد هادي المعري. هادي المعري. مشكورا، هو الوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. هادي المعري. خليه السيد باش يطلع. الصحابة الصحابة. شوف فينا أستاذ. السعد هادي المعري من الدرجة الأولى. معري. كندخلنا في لوكادر السلف واخويا ما عندكش ايوا خليهم وراه شكرا السيده الوزيره المحترمه نقطه ان النادي ولا خويا لا قادي فيك شي من الاول شريفه شريفه شوفي فينا شريفه شريفه دور عندنا على قبل لافوطو شوفي فينا شوفي فينا لا لا هنا هكا السيده الوزيره سي بون مزيان شكرا للسيد الوزير هذه المناسبة والمناسبة هذا المعرض الوطني للصناعة التقليدية نعم عينا سيدنا نصره الله بالوسام الملكي من الدرجة الثانية للصناع التقليديين وهذا شرف لنا لأن سيدنا نصره الله هو الصانع الأول الصناعة التقليدية في هذا المغرب الشقيق المغرب السعيد احنا فرحانين واحنا نمثل كأعضاء وكأمناء وكصناع تقليديين بالنسبة للصناعة التقليدية بالجهة الدار البيضاء سطات أنا العربي الصغاري أمثل غرفة الصناعة التقليدية وأمثل كذلك الحرفة الخياطة وأنا أمين لهذه الحرفة بعمارة الدار البيضاء أنفا وإحنا فرحانين بهذا الوسام الملكي وبهذه المناسبة نتشرف ويتشرف جميع الصناعة التقليديين بالتنويه لصاحب الجلالة محمد السادس على التفاتته المولوية لهذا القطاع وهذا القطاع هو أنه قطاع حيوي أنه يعلم ويصدر ويجلب العملة الصعبة العملة الصعبة للمغرب بهذه الصناعة التقليدية في هذا البلد ونحن فرحانين كذلك وفرحانين ودائما سيدنا يشجع في كل مناسبة الصناعة التقليدية في هذا البلد لأنه احنا فرحانين سيدنا أنه التفات المولوية كل سنة أنه يشرفنا ويكرمنا بجميع وسائله لكي يرفع من معنوية الصانع التقليدي بهذا البلد وشكرا فاطمة الصفوي حرفة النسيج الجديدة لوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية كانت عضوة سابقة غرفة الصناعة التقليدية أسست خدمات كثيرة لهذا القطاع هذا شكرا سيدي الوزيرة شوفنا اسمح لي اخويا الله يحفظك سي النادي وعلى السي اسماعيل الويزي صافي
شدلو. شكرا سيد الوزير الذي على السي محمد سعيد الطاهر الجوطي. شكرا شكرا سيد الوزير. سلام سي حسن الذي على سي حسن السقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم تسليما. الحاج محمد بلحوم، المهنه استاذ مجال الحلاقه. الحمد لله اليوم كان لنا الشرف اننا ترشحنا بوسام ملكي من طرف سيدنا انعم الله عليه، وكذلك الحمد لله احنا مسرورين الان اللي متواجدين في هذا المعرض الدولي، هذا المعرض للصناعة التقليدية جهة دار بيضاء سطات. كما أشكر السيد رئيس الغرفة الصناعة التقليدية جهة دار بيضاء سطات سابقا السيد فاروق المدني، اللي كان هو السبب ديالنا باش توشحنا بهذا الوسام هذا. وكنشكر السيدة الرئيسة الحالية على هذه المجهودات التي قامت بها في هذا المعرض. وكنشكر جميع الاخوان ديالي الاعضاء، وكما انا كنت سابقا عضو في غرفه الصناعه التقليديه للشاويه ورديغا. وكنشكر الاخوه قناه الدار على هذه المجهودات التي قاموا بها في هذه التغطيه، فشكرا لهم. ناديو على شكرا سيدي الوزير، ناديو على السي عبد الله صامود اللي كان عنده بالدرجه الثانيه. كان السي عبد الله الشفاج كان رئيس غرفه الصناعه التقليديه. شكرا سيدي الوزير. انا ناديو على وسام استحقاق وطني من الدرجه الثانيه. عضو غرفة الصناعة التقليدية كذلك. التفاتة بصراحة عظيمة وجميلة في اتجاه القطاع ديال الحرفيين ديال الصناع، وحنا بدورنا كذا كأعضاء ديال الغرفة ديال المنتخبين أكثر من 20 سنة، والعمل المجهود بصراحة اليوم هو يوم كبير بالنسبة لنا حنا وبالنسبة لجميع المتوجين بهذا الوسام. بصراحة نهار كبير بالنسبة لنا حنا، وهذا شرف لنا وشرف عظيم. بصراحة اهتمام ديال سيدنا نصره الله اهتمام كبير في القطاع ديال الصناعة التقليدية والحرفيين، وخصوصا في الجائحة ديال الكورونا اللي كان حتى واحد دعم لجميع القطاع ديال الصناعة التقليدية، الناس الصناع التقليديين اللي تضروا من هاد الجائحة، وكذلك عطف كبير ديال سيدنا النصر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.